ارتكاب المجازر الوحشية بحق المدنيين من أبناء مدينة تعز من قبل ميليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية التي تقوم باستهداف الإعلاميين بالقنص المباشر لأنهم يعملون على إيصال الحقيقة واضحة كما تبدو، هو ما جعل شباب قافلة التحدي يقومون بوقفة احتجاجية تعبيرا عن رفضهم واستنكارهم لما يتعرض له حاملي العدسات وأرباب الكلمة من جرائم حرب ترتكبها الميليشيات بحقهم. الإعلام رسالة تتحدى القتلة هو عنوان ما قامته قافلة التحدي لكسر الحصار عن تعز، رسالة ترسلها إلى الجميع بأن الصحفيين معرضين للخطر برغم القيود والاشتباكات والمشاكل التي تحدث في تعز إلا أنهم مجازفين فقط يريدون توصيل الحقيقة. هذه المشاهد ليست إلا تجسيدا وجزءا مختصر عن ما يقوم به الإعلاميين من المخاطرة والتضحية في سبيل نقل الحقيقة، وهو الأمر الذي أزعج الميليشيات لتجعل أولى مهامها استهدافهم. فالشهيدين أحمد الشيباني ومحمد اليمني لم يحملوا البنادق وإنما كاميرات أرادوا من خلالها تقريب العالم مما يحدث في تعز ودفعوا ثمنا لذلك حياتهم. أصيب مجموعة من الصحفيين، هذه الميليشيات أرادت من خلال استهدافنا وليس استهداف المقاتلين إيصال رسالة بأننا لا نريدكم في أرض المعركة، لا نريدكم أن توثقوا انتصارات المقاومة، لا نريدكم أن توثقوا هزائمنا. تعد جرائم الميليشيات الإنقلابية بحق الإعلاميين واستهدافهم محاولات لطمس الحقيقة وتغييب الإعلام عن ما تتعرض له تعز من جرائم وحشية ترتكبها الميليشيات الإنقلابية بحق أبنائها. هكذا تريد الميليشيات منا أن نغض أبصارنا عن نقل الحقيقة، ولكننا لن نتوانى أو نكل أو نمل في نقل الحقيقة واضحة كما تبدو. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.